تبقى هذه التجارة الإلكترونية الاستخدام ديالها سبب لنا مجموعة ديال المشاكل اللي هي الثقة، بحيث أن المستهلك أو المواطن فقد الثقة في التجارة الإلكترونية. إذا في مادة تجلى الثقة، أولا هناك احتيال في التجارة الإلكترونية، غياب الجودة. حتى نقولوا غياب الجودة هو أن المستهلك تيتصل بواحد المنتوج اللي ماشي هو المنتوج اللي يطلب. إذا هنا تيكون المشكل اللي عندنا هو أن هذه التجارة الإلكترونية هي قضت على التجارة العادية أو ما يسمى بالتجارة التقليدية، حيث تبقى التجارة التقليدية هي واحد التجارة اللي تتبقى مرتكزة على بائع مشتري ومحل تجاري، يعني واحد الحلقة مفرغة. جات هاد الثورة ديال 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 التجارة الإلكترونية. أولا الناس مشاو مع هاد الموجة هذه نظرا لسهولة التواصل في التجارة الإلكترونية. المشكل اللي عندنا هنايا هو الرقابة، ما كاينش هناك واحد الرقابة، واحد المتابعة لهاد التجارة الإلكترونية، ما كايناش واحد المؤسسة، تعنى بالتجارة الإلكترونية. يعني كان هناك أن المستهلك تنصبوا عليه في التجارة الإلكترونية، ولكن ما كانش اللي ينصفوا، ما كانش قانون ينصف هاد الناس المتضررين أو الذين تم النصب عليهم. كان واحد القانون واحد، ألا وهو القانون لا يحمي المغفلين، هذا هو اللي كاين. حيت تمشي تدير القانون لا يحمي المغفلين. إذا هنا اللي بغينا عكس الغرب، فالغرب التجارة الإلكترونية عندهم مزدهرة وتتعرف واحد الرواج كبير نظرا للثقة ونظرا لوجود مؤسسات تتابع عن كتب وتنصف البائع والمشتري في نفس الوقت. حيت نقولوا التجارة الإلكترونية، هذا لا يعني أن هذوك الناس اللي عندهم اللي يديروا التجارة الإلكترونية مثلا ذاك البائع هو دائما اللي تيكون تنصب على المشتري، بعض المرات حتى المشتري تنصب على البائع. انا تصيفط لواحد واحد المنتوج ولا خو ما تصيفطلوش الفلوس، يعني الاداء ما تيكونش. اذا هنا دائما تيكون خلل في التجاره الالكترونيه. اللي بغينا ننصحوا به المستهلك هو ذاك المستهلك اللي تيمشي تيقتنع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك ولا الانستغرام ولا هذاك، راه فلوسه تحتهم في خطر. إلا شريتي عبر الانستغرام ولا عبر الفيسبوك راه انك تتغمر، ممكن توصل بداك المنتوج ممكن ما توصل بيش. اذا اللي كاين هنايا ان التجاره الالكترونيه هي تجاره غير امنه وغير مهيكله وتتسم بالعشوائيه. اللي تنوجدوا حنا في المغرب العربي هنايا في الوطن العربي انهم الاغلبيه ما عندناش واحد الثقافه، ديال التجاره الالكترونيه، ما عندناش هذه الثقافه حنايا، ما تنامنوش بها انك تنوض تعطي فلوسك وتسنى واحد المنتوج يجيك تقول لا سيدي انا نتعامل بالتجاره التقليديه ولا التجاره العاديه، نعطي الفلوس تنشوف لمن عطيتهم وتنشوف المنتوج تناخذو. اما باش نرمي فلوسي ونمشي نعطي انا نعطي الفلوس لواحد ما تنعرفوش كاع غير مصيفط ليا، اذا هنا ما عندناش هذيك الثقافه ديال التجاره الالكترونيه. لان حتى ذاك المستهلك ما لا ينصف، حاله ما الى تم النصب عليه ما تنصفش، شكون اللي غادي ينصفه؟ ما كاينش مؤسسه ديال المتابعه وديال اللي تتحمي المستهلك وتتحمي لا البائع ولا الشاري. اذا عندنا حنا كنا درنا واحد ندوه في اليوم العالمي للمستهلك، ودرنا حاولنا باش نديروها في فاس، درناها في فاس، وكان العنوان ديال الندوه هو اي حقوق للمستهلك في المغرب الرقمي. حنا كجامعه ديال حمايه كجامعه ديال حقوق المستهلك حاولنا نديروا هذه الندوه اللي فيها اللي هي اي حقوق للمستهلك في المغرب الرقمي. اذا هنا حنا تنامنوا بالرقمنه، ولكن هذا الرقمنه خاصها تكون مقننه. هذا الرقمنه خاص تكون هناك ثقه بين البائع وبين المشتري، خاص يكون هناك. احنا في هذا الاسبوع توصلنا بسبعه ديال الشكايات، نصبوا عليهم عن طريق التجاره الالكترونيه. وهذا الاحتيال هذا راه ماشي ديال راه ديال 5000 درهم 7000 درهم 6000 درهم، وعاطين لادريس ديالهم يعني العنوان ديالهم، ولكن ملي مشينا ذاك العنوان ما كاين حتى شي واحد، يعني اللي داو لي فلوسه ما تيرجع مشى.
هادو هاد سبعه الناس غير اللي اتصلوا معنا حنا كجمعيه ديال حمايه المستهلك، غير اللي اتصلوا بنا، اما اللي ما اتصلوش اللي ما عرفوش راه كثار. اذا هاد الشركه خاصها، هاد الشركه خاصها مثلا المتابعه، خاص السلطه تدخل، خاص الحكومه تدخل، خاص وزاره التجاره والصناعه تدخل، خاص القطاع الخاص يدخل، لان هذا باش تنصب على مستهلك في واحد المبلغ ديال 10000 درهم 8000 درهم راه ماشي قليله، وماشي واحد ولا جوج ولا ثمانيه، راح توصلنا. وغالبا الاغلبيه ديال الشكايات اللي تنتصلوا بها هي ديال التجاره الالكترونيه. مثلا انك مثلا تتصيفط لهم، تصيب لك واحد المنتوج هو مزيان على المواصفات ديالو، تصيفط لهم فلوس، تيصيفط لك واحد المنتوج اللي ماشي هو هذاك، ملي تتصل به انت تشوف تقول له ما ودي هذا المنتوج، تيقول لك لا هو هذاك، او لا تيقطع عليك كاع التليفون، غتعرف ان انا ديك تيبلوكيك. ملي تجي حنا الشكايه تاع حنايا تنقول لهم دير واحد السيد، حنا تيتكلموا معنا، واحد السيد راه بعثوا ليه ما كاين وما كاين، اي واخا غادي نبدلوا ليه، هكا تيقول لك، ولكن ما تيبدلوليش، صافي انا التليفون ديالي كرئيس ديال الجمعيه حتى هو تيبلوكيو. يعني هاد التجاره غير امنه، ولي تنقولوا حنا التجاره غير اللي التجاره الالكترونيه غير مهيكله. الا بغات تكون مهيكله وتكون مقننه خاص الدوله تدخل، خاص تكون مؤسسه تعنى بالتجاره الالكترونيه.